قال برضو في رمز آخر للشقاق الجزئي، بدل ما اكتب لك اف سب اكس ممكن اقول لك بارشل زد على بارشل اكس، ولا اف سب واي اقدر اكتبه على شكل بارشل زد على بارشل واي، رمز آخر اذا كانت عندي الفانكشن زد ايكوال اكس فانكشن في الاكس والواي. طيب شوف المثال، هنا في المثال قال لك اف زد ايكوال اكس سكوير مضروبه في ساين اكس واي سكوير. اوكي جيب لي البارشل زد على بارشل اكس، جيب لي بارشل زد على بارشل واي. نبدا نجيب البارشل زد على بارشل اكس، يعني اجي اشتق الاكس بالنسبه اشتق الاكس والباقي ثوابت. اوكي بالنسبه للداله زد هذه يساوي، يلا الاحمر عندي هنا اكس سكوير، عندي دالتين هذه اكس سكوير وساين، يعني ضرب حاصل ضرب مشتقة الضرب. فاقول مشتقة الضرب عبارة عن مشتقة الاول اكس تربع اشتقاقها 2 اكس، مشتقة الاول في الثاني نفس الثاني اكتبه زي ما هو، ساين اكس واي سكوير اكتبه زي ما هو ساين اكس واي سكوير، هذه مشتقة الاول في الثاني، زائدا الاول اكتبه زي ما هو اكس سكوير ضرب مشتقة الثاني مشتقة الساين. بالنسبة لي الاكس اول شيء اكتب مشتقة الساين عبارة عن كوساين نفس الزاوية اللي هي اكس واي سكوير، واشتق الزاوية بالنسبة للاكس يعني الواي ثابت، مشتقة الاكس ايش بواحد يعني ضرب، حيكون ضرب ضرب واي تمام كوساين اكس واي في واي سكوير. حلوين نشوف الان الحل، حيكون عندك 2 اكس المفروض يكون 2 اكس ساين اكس واي سكوير في اكس لاحظوا شوف هو رتبها، قال لك اوكي نرتبها، هو عكس هو اول قال الاول في المشتق الثاني، يعني انا كتب اكس سكوير في كوساين اكس واي في واي، يعني رتب ترتيب عادي، هذا كله ضرب، حط اكس هنا اكس سكوير واي سكوير، لاحظوا نفس السؤال نفس الحل اكس سكوير واي سكوير في 2 اكس ساين اكس واي سكوير عادي نفس الشيء. اشتق انا بارشل زد على بارشل واي برضو ايش عندي ضرب. على احمد عندي المساله عندي هي اكس سكوير ساين اكس واي صح، هي اكس سكوير ساين اكس واي سكوير صحيح، هذا القانون او هذه المعادله عندي ابغى اشتق بالنسبه له، يعني اكس ثابت هنا الان اعتبر اكس سكوير هذه ثابت يعني كانه رقم، اعتبره كانه رقم يعني اعتبر اكس سكوير رقم، الرقم هذا يبقى ثابت واشتق الساين، اشتق المعادلة الثانية، مشتق الساين عبارة عن كوساين اكس واي سكوير في مشتقة الزاوية ضرب مشتقة الزاوية بالنسبة للواي، مشتقة يعني الاكس ثابت يعني يكون عندك اكس مشتقة الواي سكوير عبارة عن 2 واي، يمكن اضربه كله مع بعض عادي ما في اشكالية، احنا اضرب 2 اكس واي في اكس سكوير عندك 2 اكس التربيع اكس واحد اكس اس ثلاثة في واي في كوساين هذا المقدار في كوساين اكس واي سكوير، لاحظوا الجواب واضح ان شاء الله.